أفكارنا ومشاعرنا دايما بتأثر على حياتنا، دايما بنكون مش عارفين ازاي نتحكم فيها وان احنا ازاي نتعامل معاها. علشان كده فقرتنا النهاردة بعنوان فن إدارة المشاعر والأفكار، ومعانا ضيفنا اللي مشرفنا دكتور إسلام عبادي، مستشار الصحة النفسية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذ جهاد، نورتنا كالعادة دايما. شكرا يا فندم. في البداية كده عايزين نعرف من حضرتك بقى ايه موضوع المشاعر والأفكار والحاجات اللي بتسيطر علينا دي؟ والله طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهم حاجة في حياتنا هي نفسيتنا، ويعني والفكرة دي جزء من الجهاز النفسي. أنت لو عرفت أنت بتفكر في إيه هتعرف تحدد هدفك. أنت لو بتفكر تفكير إيجابي حياتك هتبقى إيجابية، لو أنت بتفكر تفكير سلبي حياتك هتكون سلبية. بس أهم حاجة إزاي أعمل إدارة لفكري، إزاي أفهم فكري، وده اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي. لازم ان عشان نفهم الفكر لازم ان نفهم ايه هو مكونات الجهاز النفسي. في اصلا ناس بتكون عايزه تعرف ايه هي اداره المشاعر والافكار، يعني ايه اداره للمشاعر؟ ما هو بص، الاداره دي علشان اعرف اداره اعرف ادير ايه. فاحنا هندير نفسيتنا، ونفسيتنا ديت ليها يعني ماهيه معينه، ليها اجزاء معينه بتسيطر علينا. احنا عندنا الجهاز النفسي بيتكون من خمس حاجات. الجهاز النفسي بيتكون من خمس حاجات. اول حاجه اسمها البصمه الذهنيه، حاجه اسمها البصمه الذهنيه اللي هي اتكونت فينا من واحنا لسه صغيرين، واحنا لسه في بطن امهاتنا بتكونت البصمه الذهنيه ده، هي خدت جينات من بابا وماما، وبعد ما نزلنا تاثرنا بقى بالتربيه وباسلوب المجتمع، وبعد كده دخلنا في المدرسه ودخلنا في الاعلام، دي كونت لنا البصمه الذهنيه او الخريطه الذهنيه اللي هتفضل معانا لغايه اخر يوم في عمرنا. بعد كده بيتكون حاجة اسمها الفكرة أو الفكر، وده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة بإذن الله. والفكر بيطلع لنا حاجة اسمها المشاعر، والمشاعر بتطلع لنا حاجة اسمها دوافع وانفعالات. دوافع وإيه؟ وانفعالات. وآخر حاجة ودي المهم، وهو الإرادة. دول خمس مكونات إيه؟ الجهاز النفسي. هناخد النهاردة منهم حاجتين وممكن نوصل لحاجة تالتة اللي هي الفكر. أول حاجة الإيه؟ الفكر اللي احنا نديره، وده سؤال حضرتك، هو إدارة الفكر والمشاعر. أول حاجة هناخد الفكر. الفكر دوت بينقسم إلى قسمين. القسم الأولاني حاجة اسمها محتوى الفكر، وحاجة تانية اسمه شكل الفكر. تاني؟ محتوى الفكر. أيوة. وشكل الفكر. حلو. محتوى الفكر بتاعي ده إيه؟ إيه هو المحتوى الفكري؟ المحتوى الفكري ده هو اللي هو عبارة عن القناعات والمعتقدات والعادات والمبادئ اللي اتكونت جوايا وترسخت جوايا عن طريق الحياة الاجتماعية والتربية والإعلام والمدرسة والحياة. يبقى ديت عبارة عن المعتقدات اللي هو محتوى الفكر معايا؟ المحتوى الفكر، المعتقدات والمبادئ والعادات والتقاليد والكلام ده كله، ده محتوى الايه؟ الفكر. محتوى الفكري. في حاجة اسمها بقى النمط، نمط فكري. ايه النمط بتاعي بقى؟ النمط دوت اللي هو اسلوب فكري في انماط متعدده بالظبط، اللي انا باخده بقى من ايه؟ محتوى الفكر بتاعي ده. الانماط الفكريه دي في منها انماط ايجابيه وسلبيه واحنا عاوزين نتكلم عن الانماط السلبيه في اسلوب الفكر، ومش هنقدر نحصرها، دي كتير جدا، ولكن هنحاول ناخد منهم حوالي مثلا اربعه تمام نتكلم عليهم. النمط الفكري اللي بيأثر على أفكارنا دايما هو حاجة اسمها التعميم. إيه يعني إيه التعميم ده؟ أنا بعمم على فكري حاجة معينة. إزاي؟ هدي مثال. واحدة خطيبها خانة وسابها وحصلت مشكلة كبيرة بينهم، تعمم تقول كل الرجالة وحشين خاينين، يجيلها عقدة، كل الرجالة وحشين. والعكس برضو، الراجل اللي يحصل معاه مشكلة مع خطيبته أو مع زوجته أو في حياته ويحصل انفصال أو يحصل يعني مشكلة، يعمم. من تجربة شخصية بعمم على كل الأشخاص اللي حواليا. أبدأ أعمم. التعميم نمط سلبي في التفكير، لازم نعمل له إدارة وما نعممش في حياتنا. حصلت مشكلة بيني وبين أصدقائي أو بين صديقي وسابني، أحس بقى اللي أنا عاوز أسيب الدنيا كلها، صديقي سابني وخاني والكلام ده. دي حاجة كلنا بنعيشها فعلا، كلنا بنعيشها. عاوزين التعميم ده هوت نقلله، ما نعممش. ازاي نسيطر عليه؟ بالظبط، نسيطر على التعميم ده هوت بان احنا ما نعممش. بكل بساطة حصل موقف، ده موقف احادي، وده اللي احنا هنوصله بقى في المشاعر.
يعني انا لما اتعرض لموقف بتبقى لا اراديا ان انا بفكر كل الناس كده، بتبقى مده نفسيه كده معينه انا خلاص خدت الانطباع ده، ازاي اسيطر على ده؟ هي دي بقى، هي ديت بقى الايه؟ الاداره. والاداره ما بتجيش غير بالاراده. اداره معاها الايه؟ إرادة. الاراده. ما فيش اراده ما بيبقاش في اداره. يبقى احنا لازم ندير النمط الفكري ده. انت تعرف ان نمط فكرك ان انت بتعمم، لازم نقف لنظريه نظريه التعميم غلط، ما تعممش. لازم تصغر ايه مشكلتك وتبقى على قد الموقف اللي حصل لك ده. يعني ده التعميم. يعني دي حاجه انا اللي احاول ان انا اغيرها في شخصيتي. ده لازم، انت ما دام عرفته خلاص تبدا تغيره. الامر الثاني، ومن النمط الانماط الفكريه السلبيه اللي بتاثر علينا، هو القفز للاستنتاجات. يعني ايه القفز للاستنتاجات؟ اللي هو انا دايما افضل استنتج اللي قصادي هيقول ايه من جوايا، واستنتج دايما الموقف ده هيحصل، وافضل استنتج تصرفات اللي قصادي. الواحد يجي بيكلم مع مراته او زوجته بتكلم معاه، هي بقى تستنتج، عارفه بقى، تقول انا فاهمه بقى هو بيفكر ازاي وهو هيعمل ايه ورد فعله هيكون ايه. مش شرط كل استنتاجاتنا تكون سليمه. بالظبط. اغلبيه استنتاجاتنا حتى لو ظهرت لنا ان هي سليمه، لازما هتيجي في مره تستنتج استنتاج، والاستنتاج ده هو ايه؟ خطا، غلط، وهيبقى مشكله. فما ينفعش تفضل تعتمد على استنتاج السريع والاستنتاج السريع في تعاملاتك مع الناس، بالذات بقى لازم يبقى في حوار مع الانسان اللي انا بستنتج تصرفاته ده، وهو اول ما يقول لي ويكلمني ويوضح لي نظريته ايه، انا اتقبلها وما استنتجش كتير. هنرجع لكلام حضرتك، ولكن معانا مداخله من رشا من القاهره. الو الو الو، السلام عليكم، ازيك يا استاذه جهاد؟ عليكم السلام، اهلا بيكي يا رشا. عامله ايه؟ منوره، وبننتظر لقاء منتظر ده كل اربع. ربنا يخليك يا رب. حقيقي المواضيع كلها هادفه وجميله، وبنستنى فعلا نتكلم فيها ونسمعها كلها. ربنا يخليك يا رشا، اتفضلي. يا رب تفضلوا معانا كده على طول، ونتعلم من كل حاجه انتوا بتقولوها لنا. ربنا يخليك يا رب. عايزه اسلم على دكتور اسلام. ازاي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كلام حضرتك والله فعلا كله افاده، وبنستنى الحلقه بتاعت حضرتك بجد، يعني حقيقي. ربنا يتقبل يا فندم باذن الله. شكرا ليك يا رشا. الله يخليك يا جهاد. انا كنت عاوزه اسال حضرتك برضو، انا كأم ممكن ازاي انمط افكار لابني؟ يعني انا خدت التجربه وعشتها واثرت فيا، ازاي ما انقلهاش بالسلبيه لاولادي بقى؟ تاني كده يعني وحضرتك. ايوه، يعني ازاي انا كأم عايشه تجربه ممكن سلبيه او مش حلوه ما انقلهاش بقى بالسلب لاولادي؟ اعينها بقى نفس التجربه انا واعملها بقى ايجابيه لاولادي بقى، ما يبانش عليا، او ازاي انقل لاولادي بقى الفكر الايجابي بقى برغم ان انا جوايا تجربه سلبيه؟ لا باذن الله هجاوب على حضرتك، وهقول لحضرتك ازاي ان احنا ما نوصلش المشاعر السلبيه لاولادنا، وهوضح ده باذن الله في الجزء الثاني اللي هو في المشاعر. احنا كده قلنا نمطين، احنا في النمط الثالث اللي هو التعميم والقفز، والقفز للاستنتاجات. النمط الثالث، وهو النمط اللي برضه سلبي في تفكيرنا، وهو القطبيه. الايه؟ القطبيه. يعني ايه القطبيه؟ اللي هو يا ابيض يا اسود. بالظبط. اتعامل مع تفكيري يا ابيض يا اسود، وانسى وتناسى ان في الاف وانواع من الاشكال ومن الالوان المتعدده. لا، إيه، انت اتفقت معايا في التفكير يبقى خلاص اخدك معايا، انت اعترضت معايا ومش ماشي معايا في تفكيري يبقى اسود. يبقى انا كده يا اما اتعامل مع تفكيري بالقطبيه اللي هو انت لو هتوافقني الراي كان بها، لو مش هتوافقني الراي خلاص لا، انت معايا ولا مع غيرنا، وتتعامل بقى كده. هو انت فاهمني كمان، مش فاهمني خلاص، وتفضلي بقى تتعاملي مع الاولاد او مع زوجك الابيض يا اسود، قول لي، وضح لي، عرفني، هنخرج النهارده ولا مش هنخرج؟ هتلاقي يعني ايه، مفيش حته اللي هي هات وخد. بس في ناس بتعبر بيها، تقول انا صريح، يعني انا يا كده يا كده. مش هو هنا الكلام، هنا هو لازم يكون في نسبيه. لازم يكون في ايه؟ نسبيه. في واحد بيقول انا صريح، والصراحه بتاعتي لو وصلت للوقاحه ما تبقاش صراحه. ما ينفعش يعني الصراحه ما تفضل تعبير بليغ. ما ينفعش لو وصلت معايا الصراحه اللي انا ابقى
اوضح عيب اللي قصادي من غير ما يكون في اسلوب كويس، يبقى ده شيء وقع. ده نوع من انواع التنمر اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الفقره. اه طبعا الواحد يعني القطبيه ديت امر صعب، اللي هو ايه زي ما انت بتقولي كده، انا صريح بزياده، انا بتكلم باللي في قلبي بقوله. لا مش ما ينفعش، يا ابيض يا اسود، ما ينفعش المساله يا ابيض يا اسود. ومش مطلوب مننا ان احنا نبقى في الحته الرماديه، لا احنا لازم نختار الامثل الاحقيه والوسطيه، احنا بنسميها الوسطيه. كل ما يبقى الواحد عنده وسطيه يبقى خير. ودي حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا عليها، المفروض والقران حسنا عليها، وربنا قال وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى خدنا كام نمط كده؟ خدنا ثلاثه، تعميم وايه تاني؟ القفز للاستنتاجات، عندنا القطبيه يا ابيض يا اسود، التفكير الكارثي. هو في كده اسم التفكير الكارثي. نعمل وقفه بقى. يعني ايه بقى التفكير الكارثي؟ انسان دايما بيفكر ان ممكن كوارث تحصل في اي لحظه. يعني ايه؟ ابني غاب شويه بره، باجي اتصل بيه ما ردش عليا، عمل حادثه شويه ومرض، التليفون اتقفل، ابني مات، في حادثه، في مصيبه حصلت، وابدا اخش بالتفكير الكارثي في تعاملاتنا. والتفكير الكارثي ده بيدينا باب مفتوح وطريق مفتوح للاضطرابات، القلق والتوتر والخوف. ما ينفعش اجعل تفكيري تفكير ايه؟ كارثي. احنا ليه بنسميه كارثي؟ لان اي حاجه الواحد ما بيقدرش يعني يوصل لها في تفكيره يحسسه ان هو في كارثه كبيره. بس يا دكتور انا عايزه بقى هنا اقف عند نقطه معينه. اغلب الامهات بتحس الشعور ده، اللي هو لما اولادهم يغيبوا شويه او يتاخروا او يحصل اي حاجه بيكونوا افكار وحاجات في دماغهم ان حصل لاولادهم حاجه، فهل ده فعلا تفكير كارثي ولا دي غريزه في الام؟ لا، غريزه في الام، فطره اللي هي تخاف ان هي تبقى قلقانه على اولادها، بس لازم يكون يعني في ضبط للاحساس ده، في حدود. ليه؟ لاني لو ما عملتش ضبط وحسيت ان في كارثه، انا هستشعر فعلا ان في كارثه وهخاف وهقلق. اول ما ابني يجي مثلا جاي بقى، ولا هو في دماغه ولا عادي، التليفون اتقفل، انت ليه ما كلمتنيش؟ هبدا اتعامل معاه على شعوري واحساسي اللي انا حسيته، فهبدا مش هبقى ابني صح او انا هربيه صح. واحنا عاوزين نعرف ان تربيه الابناء جايه من البناء المستمر. ابني انا ببنيه مش بهده. اول ما يخش عليا بعد ما انا فكرت التفكير الكارثي ده، هصب عليه كل احساسي ده. هو حرام عليك، انت مش حاسس بيا، انت ما عرفش ايه يا ماما، مفيش حاجه يا ماما، مفيش اي مشكله خالص. بالظبط، هو ده فعلا اللي بيحصل. بالظبط. يبقى التفكير الكارثي في التعاملات عامه يعني لازم ناخد بالنا منها. ده حتى ممكن بيكون ابسط الامور، تلاقي مثلا واحد يقول له ايه، انت المدير عايزك بكره، او المدير عايز ليه، عايزني ليه، يبقى في مشكله، يبقى في كذا، واخد بالك؟ يعني اي حاجه هو لسه ما عرفش ايه هي بيخليها تفكير كارثي. اخد بقى نمط عشان يبقى خدنا خمسه. تمام. حاجه اسمها الشخصنه. يعني ايه الشخصنه؟ التفكير الشخصني. يعني ايه الشخصنه؟ يعني انا باخد كل حاجه عليا انا، انا بشخصن كل حاجه، كل حد بيعمل تصرف بحس ان هو موجه ليا انا. داخله كده اهوت قاعده مع زميلتي، لقيت زميلتي مش بتضحك، يبقى هي متضايقه مني انا، زعلانه مني انا، واخد بالك؟ يفضل بقى الانسان يخش ويفضل يلوم نفسه ويحس ان كل اللي حواليه وده بقى بيقلل قدرات الانسان على التعامل والتفاعل، وبيخلي الانسان حزين دايما لما يشخصن الايه، يشخصن المواضيع كلها وياخدها على ذاته وعلى نفسيته وعلى الذات بتاعته وعلى الانا بتاعته، بتبقى مشكله. وحسب بقى شخصيه كل واحد. في واحد مثلا لما انت بيجي مثلا ما يتعاملش معاك بعد ما كنت بتتعامل معاه، واحد بيتعامل مع واحد وبدا ان هو يبعد عنه بشكل ما، يقول له لا انت كده بتعديني، انت كده مش، انت فين الاهتمام اللي كنت بتهتم بيه بيا، وفين وفين وفين، بيشخص كل حاجه. مثلا الشخص ده حصل اختلافات في حياته، لا خالص، ده كل حاجه كده على شخصيه، على ايه؟ على شخصي انا وعلى ذاتي انا. دي خمس انماط من الانماط السلبيه في الفكر لازم ناخد بالنا منها: التعميم والقطبيه والقفز للاستنتاجات والتفكير الكارثي والشخص. هنرجع لكلام حضرتك، ولكن معانا الهام من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. اتفضلي مع حضرتك. اهلا بيكي، ممكن بس تسمعينا من التليفون؟ ماشي مع حضرتك، اسمعك. اتفضلي الدكتور معاكي. اهلا بيكي حضرتك يا دكتور. اهلا بيكي يا فندم، ازي حضرتك؟ دلوقتي يا دكتور بعد اذنك، بس الصوت فيه مشكلة. الو
ايوه سامعينك اتفضلي. ايوه بقول لحضرتك يا دكتور، دلوقتي جوزي بيشك فيا على طول، كل ما اشتكي من موقف بيني وبين اهله كده بيكذبني، بيهددني يعني على طول انت كذابه، على طول يقول لي كذابه وبيشك فيا. مش عارفه، وهم برضو اهله بنفس الطريقه كده على طول برضو بيشكوا فيا، واي موقف يحصل مثلا اقول لهم عليه يقول لي انت كذابه بتكذبي كده يعني. مش عارف انا غير. بص حضرتك يا فندم، طبعا اللي هو بيشك على طول وان هو بيهددك، مش بيهددك، بيتهمك بالكذب على طول، واهله برضه ماشيين على هواه او ماشيين زي فكره، طبعا هم اللي عايزين يتعالجوا يعني، او عايزين ان انا افهمهم المساله دي. اهم حاجه انت استقبالك للموقف ده ايه؟ اهم حاجه استقبالك انت للموقف ده وشعورك انت واحساسك انت اللي هو مستمر في ان بتستقبلي من جوزك اللي هو بيكذبك وان اهله بيعاملوك معامله وحشه، ده اهم حاجه. يعني انت بتتعاملي مع الموقف ازاي؟ لا بتعامل عادي مع، لا اكيد مش بتتعامل يعني... عادي. بتتعامليش عادي؟ ليه بتتعاملي عادي؟ انت بتاخدي الموقف وبتخزنيه جواكي، ممكن مره تردي، ممكن مره تعملي مشكله، وده حقك، انا ما اقدرش اقول لك حاجه، ولكن اللي انا هقوله لك دلوقتي في القسم الثاني في موضوع اداره المشاعر، ان ازاي لو حد يتعامل معاكي معامله وحشه تقدري انت تمتصي المعامله الوحشه دهيت وتظبطي امورك ويبقى عندك يعني ثبات انفعالي، وباذن الله تعرفي تتخطيها لغايه ما اللي قصادك يفهم غلط ويغير سلوكه باذن الله. بنشكرك يا الهام، وان شاء الله الدكتور يجاوب عليك. اتفضل يا دكتور. هنتكلم دلوقتي، هنتكلمنا في فن اداره الافكار والايه؟ والمشاعر. المشاعر. المشاعر هي الحلقه الثالثه في الجهاز النفسي. الحلقه الاولى قلنا ان هي البصمه الذهنيه، الخريطه الذهنيه، وهنتكلم عليها بس في حلقه ثانيه، احنا بنتكلم دلوقتي عن الافكار والمشاعر، ما اتكلمناش كل ايه الجهاز النفسي. واتكلمنا عن الافكار نسبيا يعني، او الانماط اللي فيها سلبيه، هنتكلم عن المشاعر. المشاعر، المشاعر دي هي مجموعه من الاحاسيس بسبب حدث معين، وازاي استقبالي لهذا الحدث. تاني، هو شعور بيحصل بسبب موقف ما حصل فسبب جوايا شعور، وازاي انا استقبل الاحساس ده هو، وهو بيكون جوايا المشاعر، والمشاعر دي برضو مش بسبب الاحداث بس، لا دي فيها ظروف متعدده، مشاعر دي متغيره ومتقلبه على طول، ممكن تتغير مشاعري بسبب حالتي الجسديه، ممكن مشاعري تتغير بسبب الحر، ممكن مشاعري تتغير بسبب الجوع. يعني ان في تاثيرات خارجيه بتاثر على مشاعري، بتاثر على مشاعر الواحد جامد جدا، وبتخليها تتغير وبتخليها تتقلب. طب عايزين نعرف من حضرتك ايه أيوة. الطريق الخاطئ في أيوة. التعامل مع المشاعر السلبيه. بالظبط كده، يبقى احنا هنتكلم بقى على الاستراتيجيات والاليات اللي هتخلينا نعرف نسيطر على مشاعرنا السلبيه. هي طبعا طرق كتيره، بس هناخد منهم اربعه او ثلاثه عشان وقت الحلقه. اتفضل. اول حاجه، شعوري ومشاعري واحساسي الداخلي ده هو لازما احدده. يعني ايه؟ لازما مع نفسي كده احدد ايه هو شعوري دلوقتي. انا حزين، انا متضايق، انا غضبان، او انا متنرفز، انا قلقان، انا متوتر. يعني لازما اول حاجه احدد جوه نفسي، جوه تفكيري، انا شعوري ده ايه. لان في ناس كده تقول لك ايه، انا مخنوق وتعبان ومتضايق وزعلان ومش قادر، في انا قرفان وخلاص. كلمه قرفان يعني ايه؟ ما تعممش بقى، ما ينفعش هتعمم مع مشاعرك هتلاقي الدنيا ايه باظت معاك. فانت لازما اول حاجه تحدد ايه احساسك. يعني في ناس فعلا بتكون زعلانه بس انا مش عارفه انا زعلان من ايه. طبعا. يعني ده نتعامل معاه ازاي؟ هو ده اصلا ليه وصل للدرجه دي؟ علشان هو عنده في اللاواعي اللي هو بيسيطر على 90% من احاسيسنا ومشاعرنا وافكارنا وحياتنا واساليبنا، هو مخزن جواه حاجات كتيره جدا تدعم احساسه بالحزن ده، فبتتراكم، بتتراكم على طول. مش عارف احدد ايه اللي مزعلني بالظبط، لان مفيش حاجه بتتنسي، او مش معنى مفيش حاجه بتتنسي، العقل الباطني او العقل اللاشعور او العقل الباطن بيسجل كل حاجه صغيره او كبيره. فانت حسب الموقف اللي بيحصل بتستدعي، او العقل اللاشعوري لوحدك كده اهوت، حاجه اسمها ميكانيزم او ميكانيزم النفس، هي اللي بتستدعي من العقل الباطن ما يدعم الشعور ده هو. انت بقى لازم تحدد الشعور ده، انا حزين،
انا زعلان انا متوتر، وابدا واول ما تحدده يعني دي اول مرحله، اول مرحله اصلا احدد أنا إيه؟ ايه انا ايه اللي مضايقني، بعد كده تغير السبب والفكره اللي متسببه في الفكره دي. يعني ايه الكلام ده؟ هو انت لو غيرت عرفت زعلك ده ليه، او عرفت انت زعلان او متضايق ومتوتر، ابدا اشوف السبب وغيره. يعني واحد ده الآلية التانية اللي هو أغير سبب الإيه الضيق ده. هو إحنا لو غيرنا الفكرة هنغير المشاعر، لو غيرنا الفكرة هنغير الإيه المشاعر. أنا داخل البيت لقيت مراتي يعني إيه مش مبتسمة في وشي ومتضايقة ومخنوقة. لو أنا تخيلت إن مراتي متضايقة مني شعوري هيبقى يعني في نرفزة جدا. أما لو غيرت الفكرة وقلت إن مراتي دي تعبانة دي عشان هي سهرانه من امبارح هي كذا، وان هيبدا يتغير فكري وشعوري النقيد على طول، وهقدر اتعامل مع الموقف بصوره تانية بهدوء. يبقى انا لازم اعرف ايه السبب وابدا اغيره، عشان لو غيرته ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا. ليه بقى؟ واحد حصل حزين، حزين ليه يا عم؟ علشان حصلت لك حاله وفاه. طب خلاص حاول بقى تغير الموضوع ده في ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون، الحمد لله كلنا هنموت، قدر الله ما شاء فعل، وتبدا تغير الفكره بحاجه ايجابيه غير الحاجه السلبيه دهي. هنرجع لكلام حضرتك، ولكن للاسف احنا معانا كم مداخلات كبير جدا ومش عارفين ان احنا ناخده. معانا استاذ وليد من المنصوره، اهلا بك يا استاذ وليد. ازيك يا فندم؟ اتفضل الدكتور مع حضرتك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا كده يا فندم. الله يحفظك يا استاذ وليد. انا معايا ازاي يكون عندي اداره وتدير في مرض؟ ايه؟ ممكن حضرتك تقول السؤال تاني؟ ازاي يكون عندي اداره واني افكر في مرض؟ اداره؟ لان حضرتك اداره في حضرتك انا عندي بنتي ايوه دم في عينيها من كل فتحه في جسمها. العرق بتاعها للاسف بينزل دم هي ووالدتي. يعني دماغي طول الوقت عمال افكر في حاجه مفيش لفينا مستشفى لين حل كان عمال ينزل بقى الوقت يعني دماغي اللي انا فهمته يعني ان هو عنده حاله فيها حد عنده نزيف او عنده مرض او تعب بيأثر عليه. انا مش سامعاه. طب حاول تتواصل معانا مره تانية. معانا منى من الشرقيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي الدكتور مع حضرتك. ماشي. الو. هي يا فندم ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. لو سمحت يا دكتور انا عايز اسالك علشان اسئله. اتفضلي. أول سؤال لحضرتك، أنا عندي جوزي مهما أعمله ومهما يعني مهما أعمله كل حاجة برضه على طول متضايق وخلقه ضيق ومدخل نفسه في شغل البيت وممكن يتخانق معايا على حاجة أصلا مش موجودة. ماشي. بغير أي سبب. دي أول حاجة. تاني حاجة عندي حماتي مهما أعمل لها ومهما أحاول إن أنا أفرحها ما بتفرحش، على طول زعلانة مني كده، ممكن معايا تخش من ورايا تقول كلام نافية من غير ما أكون أنا موجودة. وثالث سؤال على ابني، بيشوف ايه اللي يعصبني؟ يعني ابني عنده 4 سنين، بيشوف ايه اللي يعصبني ويعمله، يعني ما بيسكتش لو لازم اضربه. ماشي ماشي. عايزه اعرف اتعامل مع الامور الثلاثه دي ازاي؟ بنشكرك جدا يا استاذه منى، اتفضلي. الو؟ ايوه اتفضلي معاكي. لو سمحت يا دكتور، او عندي جوزي برضه مدخل نفسه شغل البيت، نفسي اعرف يعني اطلعه من الامور دي، لان ممكن يتخانق معايا من غير اي سبب. تمام، انا خلاص كده. شكرا ليك يا منى، شكرا ليك. اتفضل يا دكتور حضرتك جاوب، لان هي واضح ان هي لا، هو واضح ان الناس كتيره بتشتكي من التعاملات الزوجيه، وده عاوزين نبقى نفرد لها باذن الله يعني حلقات باذن الله. هي المساله كلها دلوقتي هي مش عارفه ولا تتعامل مع جوزها ولا مع ابنها، يعني حماتها او يعني اهل جوزها ولا مع ابنها ولا مع ابنها. طبعا بطبيعه الحال اي واحد فينا لما بيجي يعني، وده اللي هنتكلم فيه برضو في حته المشاعر عشان نخلصها، وبعد كده هدخل كل كلامها اللي قالته دلوقتي في اداره المشاعر. احنا اتكلمنا دلوقتي في اداره المشاعر في مساله ان لازم انا احدد انا زعلان ليه، او احدد الشعور بتاعي، وبعد ما احدد شعوري ابدا اغير الفكره. الامر الثالث وده يعني امر يعني غايه في الاهميه. ايه هي بقى الغايه في الاهميه؟ ان الواحد يجي عند يعني اسلوبه او رده فعله ما يردش فعل ابدا، ما يعملش ردود فعليه وهو مشاعره غير مستقر.
طول ما انا مشاعري غير مستقره، فرحان قوي، متضايق قوي، زعلان قوي، متوتر قوي، ما تبداش تكسر في الحوار وتاخد قرارات. ولكن بيكون في لحظه لا اراديه بتكون غصب عننا. لا، ما فيش حاجه. بصي لازم نفهم حاجه بسيطه في علم النفس، ما فيش حاجه اسمها غصب عننا. لازم غصب عننا دي هنخش في حاجه اسمها المرض النفسي، وهنبدا ناخد بقى ايه ادويه علشان تسيطر علينا. احنا يعني بنتكلم كل ده في حاجات العاديه، في السلوكيات والتصرفات اللي هم للناس السويه، الناس العاديه، بس بيحصل لنا نوع من انواع العوارض النفسيه، عارض نفسي بيضايقني فبقدر اسيطر عليه. اما احنا لسه ما وصلناش لمرحله المرض. مرحله المرض ده اللي هو لا ارادي، انا مش قادر اعمل كده. بس دي كلها حاجات تعاملات وسلوكيات بين الزوج والزوجه، وما بين الواحد ونفسه وفكره وتفكيره. ده بيحصل عادي طبيعي. احنا في يوم يا استاذه جهاد بنفكر اكتر من 70,000 فكره. 70,000 فكره، 60% منهم او يوصل ل 70% منهم افكار سلبيه، خوف وتوتر وقلق وتخيلات كارثيه وكلام على طول كده. طب ازاي دكتور يكون عندنا فن اداره المشاعر؟ ما هو الفن ده فن بقى. يكون عندنا اتقان كده في ان احنا ندير مشاعرنا علشان ما نوصلش لكل الحاجات دي. ما هو عشان ما نوصلش للحاجات دهيت، وان احنا بقى نطبق دوت لازم يكون عندنا حاجه اسمها اراده. والاراده ديت تيجي بحاجتين مهمين، اللي هو الحرمان والالتزام. يعني ايه؟ انا لازما اعود نفسي على ان انا مش كل متطلباتي انفذها، ومش كل احتياجاتي اجري اللي انا البيها. ليه؟ لاني مش هنوصل، الانسان عمره هيوصل للكمال وعمره هيوصل لكل ما يتمناه. يعني انا كده بعمل ضبط لنفسي. ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. وعندنا قاعده تانية بتقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. لازما يعني مثلا انا واحده زي اللي سالتني السؤال دوت، زوجها كل شويه يتخانق معاها. احنا عايزين نجاوبها لان احنا في نهايه وصلنا لنهايه حلقتنا، عايزين بس نجاوبها قبل ما نختم. فحضرتك اتفضل جاوب. انا لازم ادير مشاعري، لازم هي تدير احاسيسها ومشاعرها تجاه جوزها. جوزها دايما بيتدخل في كل حاجه، وبيركز معاها في كل حاجه، وبيتدخل في شؤون وبيدخل في شؤون البيت. والسائله الاولانيه بتقول ان هو كان بيكذبها، وان هو كان بيتعامل معاها وان هو بيشك فيها، وابنها بيعمل كل الحاجات اللي بتعصبها. اول حاجه لازم تاخد بالها منه ان هي تفهم شخصيته، وتفهم وتحس ان هو مهما كان في جانب حبه ليها. يعني هي تحس وتحط في دماغها ان الراجل ده مهما كان بيحبها، بس هو بيعبر عن احاسيسه وعن مشاعره الداخليه بالشكل ده. وتبدا هي بقى تستقبل المشاكل اللي هي معاه دهيت بنوع من انواع الحياديه والهدوء، علشان تبدا ان هي تتاقلم مع حياتها. يعني واحد زي الشخص اللي هي بتتكلم عليه ده شخصيه وسواسه، يعني شخصيه وسواسه بيتدخل في كل حاجه، هو عايز يتدخل في كل حاجه، هي تيجي تقول له اللي انت عايزه اعمله. دي دايما تديله الايه الدفه. انت يا عم انت يعني عايز هو ايه؟ هو اصلا ممكن لما يسمع كده يسيب الحاجه. انت عملت يعني الاكل ده ليه؟ مش عامله. اقول لك حاجه؟ طب خد انت اطبخ انت. لا انا مش طابخ. اطبخ ايه؟ لا طب خلاص اعمل لنا انت حاجه. لا انت ما كنستيش ده ليه وما نظفتيش ده ليه؟ خلاص انا نظفت على قدي. هتقدر تعمل حاجه تاني معايا؟ قول لي وخلاص. ليه تديله دايما الايه؟ اللي هو ما يفضلش بس ان هو يعني ايه ينتقدها وبس، لا تديله الدفه، تديله الاداره كلها. واخد بالك؟ وحماته برده كده. اما ابنها بقى هي قالت كلمه غريبه جدا، قالت ابني بيعمل اللي بيستفزني. لا ابن اربع سنين مش قاصد، لانه مش قاصد خالص، هو بيعمل اللي بيخليك يشد انتباهك بالزبط. فانت تبقي مشدوده له على طول علشان تبدا تحتويه، ودايما وهي بتتعامل معاه تطبطب عليه وتحضنه، وما تحطهوش نديه. يعني ما تقولش انت بتعمل اللي تستفزني فانا هستفز فاضربك. لا طبعا، ودي اكبر غلط وهننهي عليها. اكبر غلط ان انا اصب باحاسيسي السلبيه وبمشاعري داخل اولادي. انا جاي من الشغل متعبان ودخلت ابني بيحضني، رحت زقه. انت بتدمره. صح. تحتويه وتيجي على نفسك علشان الحياه تكمل. وده يعني الى حد ما فن اداره الافكار والمشاعر. حقيقي استفدنا من حضرتك كتير جدا، وان شاء الله حضرتك تكون معانا في لقاءات تانية عشان نكمل الموضوع ده. بشكر حضرتك جدا دكتور اسلام عبادي، مستشار الصحه النفسيه، وبشكركم على المتابعه. اتمنى ان اكون افدتكم، ان احنا نكون قدمنا حاجه عجبت حضراتكم. ان شاء الله الاربع الجاي هنكون دخلنا في اجازه العيد، ولكن باذن الله هيكون لينا معاكم يوم في العيد، هنقضي معاكم العيد وهنفرح ونتبسط مع بعض، وتكون حلقه ان شاء الله مميزه. انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج لقاء منتظر.